يقول الله تعالى في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. هذه الآية العظيمة الكريمة فيها أمر من الله تعالى للمؤمنين بالتوبة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والإمام النووي رحمه الله كما في رياض الصالحين قال: والتوبة واجبة على كل مؤمن. قال لقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يعني أي مؤمن يتوب لله، وإذا كان المؤمن يتوب إلى الله فكيف بغير المؤمن؟ لأن التوبة تكون من واحد من أمرين: إما من التقصير في فعل الطاعات، أو من الوقوع في الذنوب والمعاصي. الزول بيتوب إنه الله أمره بطاعة من الطاعات وقصر في الطاعة دي، قصر فيها. شكيب على الصلاة تقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. مع إنك كنت بتصلي، أنت كنت بتعمل في طاعة، لكن بعد انتهيت من الطاعة تقول: أستغفر الله. لأن الطاعة قد يكون فيها تقصير. اثنين، التوبة تكون من مواقعة الذنب. لو وقع في معصية من المعاصي أو بعدين يتوب لله، الله بيتجاوز عنه. قال تعالى في سورة الأنعام: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. هنا في الآية دي أمر الله تعالى المؤمنين بالتوبة، لكن أمرهم بتوبة معينة، فقال: توبوا إلى الله توبة نصوحا. الله ماذا به توبة؟ دول يقول: أنا تبت لله. هو مخل بشروط التوبة، ولا إخلاص له ولا صدق له إلى آخر النقائص، وإلى آخر ما يخالف التوبة الصادقة، التوبة الصالحة التي يقبلها الله سبحانه وتعالى. شكيب في تفسير ابن كثير قال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، أي صادقة، لو صادق في توبته. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: التوبة النصوح أن يفعل الذنب ثم يتوب منه ثم لا يعود إليه. زول وقع عليه في معصية فعلمه معصية، يقوم يتوب من المعصية دي ويصدق في توبته وينصح لله تعالى بالصدق والإخلاص ولا يعود إلى الذنب مرة أخرى. زول عمره كله بسجل، شغال سجادة، تاب يا الله، خلى السجادة، خلى المعصية دي ولا يعود إليها مرة أخرى. مهما الشيطان راود يقع في المعصية الثانية ما يرجع. واحد عمره كله مسلسلات، شغال يحضر، ينتهي دي، ينتهي دي، يخش في دي، يمرق في دي، يتوب ويصدق لله سبحانه وتعالى، ثاني ما يرجع له. يلم في التلفزيون، يمرق برا في الحوش، يدي عكاز ويخلص لله تعالى، يطب وينتهي منه، ما مشي. كلام فارغ كله تمثيلية بجاي، مسلسل بيغالي ماشي وجاي، بنات متبرجات. تعلم بناته في البيت التبرج، وعلم اولاده المشاكل والكلام المخالف للشريعه، ويجي هاي يقول لك: الاولاد دي غلبونا، غلبوك هون ولا غلبتهم انت؟ يجيب لهم البلوى في البيت، تلقى طالع فوق راس البيت يوزن في الشغل.
توزن اليد يقول لك مرات بشخشخ، هذا اوزنه كويس، البيت جد بشخشخ، ده البيت كله بتخرب. هيوزن في الميناء فوق بعد شويه البيت تكورك، انا دار لي بنطلون ليه؟ شفت في المسلسل انت تفتح حجمه تمشي فر وين جاي الشارع ده في موتيه بعد البنطلون، يجيب البنطلون تلبسه بعد شويه بعد البنطلون تجيب له بلوه ثانيه، ويقول لك والله مشاكل ثقيله ونحن في كذي. يا زول انت بتموت والديجيتال ده شغال سيارات وراك، انت بتموت ده بيدفنوك ويحضر المسلسل. كنا احنا ذاته حزينين كذا نفرق شويه، اليوم الثالث ولا الرابع يفرقوا، انت جوا بتدوك عكازين. قالت في مسند احمد بمير زرق حديد لو ضرب بها جبلا لصار ترابا، حديد يدو جوا تلقاه يعذبوا فيه وهو جاي ببير مشتري لهم في البلاوي. فالانسان يتوب الى الله تعالى، تتوب من سماع الحرام اغاني شباب مهووسين، تشغل لك قران يا اخي الضايق محاضره ما يقدر يتحملها، تلقاه قاعد له ولادك في محل بالليل راقد ومشغل غني هات السماعات. ابن عمر رضي الله عنهما مر بأناس يغنون فوضع اصبعيه على اذنيه، داس خدت السماعات في الاثنين ذاك مش الله صالح بدخلي ولاد وهنا بدخل اليوم خاطيه وتلقاه مختلف يسمع في الغنى. قال تعالى ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. تركب البصر يقول لك اعمام ذلك الله يهديه وعمك كبير لابس لبده وشارع وكاد بيجاي ثلاثه بنات بيغادي اربع اولاد، قال الينا يا فلان وغني يا فلانه فوق والجماعه متكيفين. وهاي المره انا ركبت البص قال بشكل في بيت ولا ولد؟ قال لا، قال للبيت بيت مصيبه. قلت له مصيبه تاخذكم كلكم يا ابني، تجيتونا من وين ذاك؟ بلاوي. وزي ده ما عنده حرمه، شفت زي ده ما عنده غيره لانه يجاهد بالجسم. ما في ناس بالعاطفه ساعه يقول لك يا اخي ما بدأت تتكلم في زول وكذي، ده بضيع الشباب، ده بجيبهم. انا بعرف شاب من بلدنا من الرفاع، هذول والله لما يأذن لما قلبك ذاته يتحرك صوته جميل، لما في ديل وين ما بعد بعد شويه بقى فنان. برضه ركبت بص لقيته شغال، يا انا قلت له تدخل كان محل شغال في البص غني وديل جنبه جماعه ديل، ده شاب من الشباب من بلدنا من هنا ملاوي بيجاهد ملاوي كثيره. ولذلك هذه المعاصي كلها يتوب من العبد، يتوب من الكلام الذي يخالف دين الله، لان الله تعالى قال ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. يتوب الى الله تعالى من جميع الذنوب الظاهره والباطنه. قال الله تعالى وذروا ظاهر الاثم وباطنه، شوف الله قيم عليك النعم، قال واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه، اداك نعم ظاهره ونعم باطنه، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، ونهاك عن المعاصي الظاهره والباطنه. قال وذروا ظاهر الاثم وباطنه، الاثنين تخلوا قدام الناس والوراء الناس والخفي والظاهر. شكر رب العزه والجلال ذم اقواما فقال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول. القبل الليل يحضر في الفيلم تلفت زول هاي وساوي له موبايل ورمز بتاع حمايه خايف زول يدوس وساي يلقى الشغله بتاعته، ساوي له رمز وتلقاه شنو؟ واحدين بيسووا الرمز ساي من الاطفال اكيد ده بكون عنده مصايب وقنابل جوا، بعدين تلقاه يحضر في الافلام بالليل، ولا تلقاه يمارس في معصيه بلاوي بالمعصيه يخلو بنفسه فيقع في المعصيه وربه ينظر اليه. قال الله تعالى ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. تتوب الى الله من تضيع الصلوات، ناس ما يجوا المسجد الا في اوقات معينه،
المغرب يقول لك هيتقال التمرين بعدين نمشي على الدار. العشاء عنده مسلسل ما بين. الصبح نايم. الظهر يقول لك شغالين شغالين في السوق. اسمع الله اكبر. اكبر دي من اي شيء يعني. الله اكبر يعني من اي شيء. بعدين يجي حي على الصلاه حي على البلاء. يجي المسجد تلقاه منشغل والله تعالى يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. عن صلاتهم ساهون. يضيعوا الصلاه ويأخروها. والله تعالى توعدهم فقال: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. غيا قال ابن مسعود رضي الله عنه: واد في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم، اي من ضيع الصلاه واتبع الشهوات. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: غيا اي خسرانا الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا. النقطه الثانيه قبل الاخيره، الزول لما يتوب بيستفيد فوائد كثيرة جدا. أبرز هذه الفوائد أن الله يمن عليه بالنور يوم القيامة. يوم القيامة فيه ابتلاءات، ومن الابتلاءات أنه بينصر الصراط جسر فوق جهنم، والزول بيجي ماشي فيه وفي ظلمة في ظلمة. قال الله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم الى اخر الايه، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. واذا دار الله ينور عليه يوم القيامه، من الاسباب ان يتوب الى الله توبه نصوحه، لان الله قال في الايه جل وعلا: يا ايها الذين امنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اثنين من فوائد التوبة النصوح لله تعالى أن التائب تستغفر له الملائكة. زول عنده معاصي وذنوب وتاب، قال لك أنت لما تتوب الملائكة فوق بيستغفروا لك، كنت ما جايب خبر. قال الله تعالى في سورة غافر: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. والملائكة بيستغفروا له. ثلاثة، الزول التائب يكون محبوبا عند الله تعالى كما في سورة البقرة: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أربعة قبل الأخيرة والفوائد كثيرة، أن التائب تكفر سيئاته، عنده سيئات بتكفر تغفر، ما كذبت تحول إلى حسنات. دول عنده سيئة تحول لحسنة، تاب تاب عمره كله بيحضر في معصية معينة تاب، قال لك دي بتتقلب حسنات، وعمره كله بيسمع أغاني وبلاوي تاب الله بيتجاوز عنه، عمره كله واقع في الشرك والكفر والضلال والبدع، القمع اللي في الحجاب شرك بالله تعالى، انا عقيته في ده، ما عقيته في الله. لك ده حق سكين، ده حق رزق، وده حق عقرب. والله تعالى يقول: وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. تلقى عمره كله تقول لي انت عقيدتك منه، ما يقول لك في الخرمين، يقول لك في فلان، فلان وين؟ في اخر الدنيا في بعض، يعني هو في بلد وفلان في بلد، ولا يقول لك
فلان ده مات عقيدتنا في فلان وينه؟ مات فارغ الدنيا. قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. والحي الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لا يموت هو الله وحده لا شريك له. عشان كم هنا ولد الغيب ولد فلان بيعلم الغيب، فلان بيحوط الرائحه، فلان بيجيب شنو، فلان بيعمل، فلان بيعمل. عجائب في البشر، كثير من الناس يتمسكون ويتعلقون بالضعفاء. والله يريد ان يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. يريد الله ان يخفف عنكم، وخلق الانسان ضعيفا. انسان ضعيف، انا ضعيف، اتعلق بضعيف، كلمه شغلت ضعف. كي الله قال: مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. تتعلق بالله سبحانه وتعالى. لما تتوب السيئات تحول الى حسنات. قال الله جل وعلا في سوره الفرقان: والذين لا يدعون مع الله الها اخر ما بنادوا غيرهم، ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. تنادي غير الله اي تقتل اي تقع في المعصيه في الفواحش اي. قال: والذين لا يدعون مع الله الها اخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا. الثلاث حاجات دي لا دار يقطع ويصال، لا دار مواصلات، لا دار ربشه، لا دار امجاد، في محل تقصي بيه قاعده في الثلاثه بتسويه. الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا غفورا رحيما. الفائده الاخيره: الذل لما يتوب ويرجع الى الله تعالى يدخله الله الجنه. الله يدخلك الجنه كما في الايه التي قراناها انفا من سوره مريم: الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب وكان وعده مأتيا. بعدين وعد بيجي مش تقول نارا ممنونة ولا جنة مجازفة، ما بجازفة، إنما تتوب وترجع إلى الله وتحافظ على الصلوات وتستغفر الله وتترك جميع المعاصي والذنوب فيتقبل الله توبتك. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى ويأخذ بمعاصينا جميعا الى البر والتقوى، انه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. السلام عليكم.